السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا بنات؟ ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض بقى نشوي الفراخ دي بطريقة جديدة كده، سهلة وبسيطة، ويا رب تعجبكم. ونقول بقى هنعملها ازاي. هنشويها طبعا زي ما متعودين، من غير فحم من غير فرن. ويلا بينا بقى، دي الطرق بتاعتي كلها. احنا لازم نعمل الحاجات اللي ما بتحصلش، اللي ما بتتعملش. يلا بينا بقى نقول بسم الله ونشوف هنعملها ازاي. اول حاجة عندي الفرخة بتاعتي دي، همسكها الاول كده على بلانشة، مش هشويها طبعا وهي سليمة، هشويها وهي متقطعة اهي كده. اهي امسكها من هنا كده، بسم الله. طبعا انا جايبة فرخة صغيرة مش كبيرة اهي. بتمسكي الفرخة بتاعتك طبعا تنظفيها كويس وتغسليها كويس قبل ما تيجي ايه تبدأي فيها اهي كده. كده بعد ما قطعتها كده بالشكل ده، هبدأ بقى امسكها كده اهو. بصوا لو فيها اي حاجة وانت بتعملي كده مش عايزاها، تبدأي انك تشيليها. كده بقت معايا بالشكل ده، هبدأ بقى ان انا امسكها كده، بسم الله. اي حاجة طبعا مش عايزينها بنشيلها فيها، بروح قلبها ايه تبقى معايا كده بالشكل ده. شايفين الصدر كده لوحده والوراك بتاعتي كده اهي، عملتها بقى كده. همسك بقى هنا دي فاضية، هحط فيها ايه عندي هنا، حوالي معلقتين من الزيت، وعندي كمان معلقة من الخل والتوابل بتاعتي بس اقول لكم عليها. بس عندي هنا كاتشب ومايونيز، هستخدم يعني باكت واحد، لو مش حابين تحطوه براحتكم. عندي بقى ورق لورا، ورقتين لورا، وملح وفلفل، بودرة بصل، عندي ده بهارات فراخ وبابريكا وكاري وكركم. عرفتوا بقى هنعمل ايه؟ هنمسك حتى البابريكا، حتى البتاع دي هحطها فيها وهعملها بيها. همسك بقى التوابل بتاعتي كده كلها، بسم الله، عليهم معلقة الخل. بصوا دي سهلة جدا وبسيطة، مش مستاهلة يعني اي حاجة. همسك بقى الاتنين باكت الكاتشب والمايونيز، هفتحهم الاتنين. حطيت عندي هنا اتنين باكو كاتشب ومايونيز، وحطيت عندي اتنين ورقة لورا وملح وفلفل، وملح وفلفل اسمر وبابريكا وكاري وكركم وبودرة بصل، وحطينا معلقتين من الزيت ومعلقة من الخل. يرحمكم الله، بنتي جاية جنبي تتفرج عمالة تعتص. انا ما حطيتش فلفل اسمر قدامي. هخلص بقى هقلبهم مع بعض وارجع لكم تاني. همسكهم بقى كده هقلبهم معايا تقليبة كويسة، بسم الله. اهو شايفين كده الخلطة بتاعتي دي، هديها بس تقليبة كده ايه كويسة جدا عشان تكفي الفراخ بتاعتي. بصوا بقى اللون بقى عامل ازاي معايا، لو جيت بقى حطيت اللون ده كده ودعكته، شايفين عامل ازاي؟ همسك بقى ايه هكمله عليها طبعا كلها اهي كده اهي. من احطه بقى كده جوه التتبيله بتاعتي دي. طبعا خلاص كده مرحله ان احنا بقى نشتغل من غير ايدينا ونشتغل بمعلقه دي كده خلصت. من دلوقتي بقى نشتغل بايدينا. ليه؟ كل ما تدلكي الفرخه بتاعتك كل ما بتشرب من البهارات بتاعتك دي والتوابل بشكل يعني بشكل افضل وتكون احلى. بصوا معلش بقى على شكل ايدي عشان بس الناس ما تقرفش. بصوا همسكها كده شويه وكده. كل طبعا ما تدلكي الفرخه بتاعتك كل ما هتلاقيها بقت معاكي احسن. وحطي كل البهارات اللي عندك، كل البهارات اللي انت حابه تحطيها، كل البهارات اللي انت بتحبيها حطيها جواها. بصي غلفيها كده كلها. حتى على فكره الاولاد ممكن يعملوها، الوصفه دي سهله جدا وبسيطه، مش مستاهله اي حاجه يعني، مش ولا منها مكلفه، بالعكس ده انت فرخه بسيطه كده صغيره هتشوها، بدل ما تروحوا تجيبوها من بره بدل ما تعملوها تشتروها من بره، لا انتوا هتعملوها انتوا في البيت اهي. بصوا اهي كده، بس عشان اوريكم اهي كده اهي جواها، احط التتبيله بتاعتي جواها كلها اهي، وهنا كمان جواها. طبعا الفرخه صغيره، هما كده كده اصلا لما بنيجي نشتري فراخ مشويه بدونا فرخه صغيره مش فرخه كبيره، فانت اللي هتشويها برضو نفس الكميه نفس حجم الفرخه، انت بتحكمي في حجمها براحتك، وهتعمليها في بيتك بمنتهى السهوله والبساطه، ولا هتكلفك اي حاجه، وفي نفس الوقت هتاخدي طعم فظيع يعني. بصوا بقى هسيبها كده لمده ساعه، من ساعه لساعتين، ولو سبتيها قبلها بيوم هيكون افضل. لو عندك عصره ليمونه وعايزه تسيبيها فيها مفيش مشكله، بس انا ما بحبش الليمون في الاكل، فهسيبها كده. وكل ما تدلكي في الفرخه كل ما هتلاقي طعمها شربت منك التتبيله وبقى طعمها احلى اهو. بصوا امسكيها كده اهو كلها،
معلش بقى منظر ايدي مش حلو، بس معلش يعني هي لازم تدلك كويس. وانا بغسل ايدي كويس جدا يا جماعه بعد ما اخلص الفراخ او اللحمه او السمك، لان بيبقى فيها سالمونيلا، ودي يعني ايه، بتبقى حاجه خطيره مش حاجه بسيطه. طول ما انت غسلت ايدك كويس او انت غسلت ايدك كويس بعد الاكل، بعد ما عملت الاكل، ما فيش منها مشكله، بتبقى خلاص كده مفعولها راح، ما بيحصلكش اي حاجه. اهو بصوا خلاص بقى هسيبها كده في التتبيله بتاعتي لمده ساعه وارجع لكم تاني. دلوقتي بقى عندي اقلب التوب بتاعي ده، هنشوف هنعمل فيه ايه دلوقتي. هجيب بقى ورق الفويل بتاعي ده كده اهو بالشكل ده، واروح ماسكه بقى ورق الفويل بتاعي كده، اروح قطعه. يعني انت بتقطعي ايه على المقاس، المقاس المناسب ليكي. اهي كده قطعته، همسكه بقى من هنا كده اخليه في النص، واروح ماسكه زي كده قافلاها عليه، ودي بالشكل ده اهو كده. بعد ما قفلته كده كويس هروح ماسكه، ايه بقى دي، مقفلاها برضو كده معايا كويس اهي كده كده اهي، واروح ماسكه الثانيه بنفس الشكل برضو اهي كده، اروح ماسكه دي اهي ودي اهي كده برضو، اروح ماسكاهم الاثنين اهم. وبقى ده قلب الطوب بتاعي اللي هسوي بيه. بصوا بقى يعني عملته من غير اي حاجه، خلاص كده هنسويها على بقلب الطوب ده. هاخد برضو الثاني ونفس الشكل ونفس الطريقه. ادي اول واحد معانا، اوعوا بقى تشيلوا القالب من البتاعه دي، لان دي مهمه جدا. هي دي اللي بصوا مش عارفه ايه اللي حصل في الورق الفويل، انا شايلاه في الدرج لقيته عمل كده، معرفش ده بقى رطب ولا ايه، بس مش مشكله. بصوا همسك بقى ده كمان، معلش بقى اتقطعت غلط، همسك ده كمان بنفس الشكل اهي كده اهو، من هنا اهي نروح نازلين بيها كده، ودي من هنا اهي نروح نازلين بيها كده، نروح ماسكينها اللفه الثانيه اهي كده كده وكده. وانا بقى بعمل دول دلوقتي عندي ايه، معلش بقى الحاجات اللي معايا دي اهو كده، قلبين الطوب بتوعي عملتهم، بقوا معايا بالشكل ده كده. وانا بقى دلوقتي حاطه بعمل دي وسايبه التانية تتبل معايا، حاطه الحل على النار سايباها تسخن، او طاسه على النار سايباها تسخن. هنشوف بقى دلوقتي هنعمل فيها ايه. دلوقتي انا حاطه الطاسه بتاعتي على النار عشان تسخن، او الحله يعني بتاعتي على النار عشان تسخن. انا حاطه حله مش طاسه، انت ممكن تعمليها في طاسه براحتك. هجيب بقى حبه زيت صغيرين كده اهو، واروح ماسكه بقى ايه الفرخه بتاعتي. انا سبتها في التتبيله دلوقتي لمده ساعه. إيه بعد ما سبتها بقى لمده ساعه هبدا بقى ايه اخدها كده واديها فطم على النار. شايفين بقى بتتصدم معايا ازاي؟ اتصدمت وخافت واترعبت كمان، شايفين؟ نحاول بس ان احنا ايه نفتح دي شويه عشان تتصدم معايا كويس. هي طبعا هتتصدم يعني كلها من غير اي حاجه، بس انا بديها صدمه كده بسيطه الاول، بعد كده هروح مرجعاها بقى على الناحيه الثانيه. وطبعا سخنه شويه اهي، واسيبها بقى دلوقتي بجيب بقى قلب الطوب بتاعي اهو كده واهو كده عليها، شايفين بقى ازاي؟ حطهم بقى الاثنين عليها كده لحد ايه ما تاخد تشويحه كده كويسه معايا. انا حطاها على النار عاليه لحد ايه ما تستوي معايا. بصوا همسكها بقى دلوقتي اعمل لها ايه، انا حطيتها كده اهو وحطيت عليها قلب الطوب، هسيبها بقى كده في الزيت بقى في البتاع كله، احط بس بقى التتبيله بتاعتها. بصوا هنزل بس بباقي التتبيله كده عليها على الوش اهو، ورق اللورة حطها معاها، كل حاجتي حطها معاها اهي اهي برضو كده اهو، شايفين بقى؟ عايزه اقول لكم انتوا لو جيتوا شميتوا ريحه ما مش هتصدقوا الريحه دي اصلا كلها طالعه من الفرخيه الصغيره بتاعتي دي اهي، واحده كده واحده كده اهي، شايفين بقى كده؟ اروح جايبه غطا الحله ومغطياها اهي كده، غطيت الحله بتاعتي. هسيبها بقى ايه تاخد تشويحه محترمه كده، ويعني ونص سوا كده، وبعد كده ايه نروح قلبينها على الناحيه الثانيه. وخليكم معانا وتعالوا نشوف بقى هنعمل ايه وهي على النار. دلوقتي بقى همسك قرن الفلفل بتاعي ده
انا دلوقتي حاطه الفراخ بتاعتي على النار تستوي، همسك قرن الفلفل واديله كده ايه بالشكل ده. لو في فلفل رومي مفيش مشكله، مفيش. الفلفل ده على فكره بيبقى يعني في الطعم احلى من الفلفل الرومي، وفي نفس الوقت مش حامي. هو بقطعه بالشكل ده كده، الشكل المايل ده، عشان يبقى ايه عصيني برضو شكل حلو كده في الاكل بتاعي. نقينا عليك ولا ايه يا عم الحاج؟ ارجع بقى على جنب. همسك بقى الطماطميه دي. احنا ما بنيجي بقى نجيب المشويات بتاعتنا دي، فده انا هخلي جوزي بقى يعمل لكم الطحينه بتاعت المشاوي برضو تاني. بصوا، بعد ما عملنا الفلفل هنعمل بقى الطماطم، ويلا بينا. بصوا، هنقطع بقى الطماطميه بتاعتنا دي. احنا طبعا لما بنيجي ناخد نشتري مشاوي يبقى احلى حاجه فيها الطماطم بتاعتي، الطماطم والخضره، الطماطم والبصل والفلفل والحاجات دي. دي يعني ما اقولكوش بيبقى الحاجه اللي تحفه بجد في المشاوي. احنا بقى نعملوها دلوقتي في البيت بما اننا بنشويها، فنشويها بكل تكاتها وحركاتها زي ما بيقولوا. بس والله يا جماعه بتبقى طعمها جميل جدا. مش هقول يا بنات بقى عشان الناس ما تزعلش مني، انا بقول يا بنات ويا شباب والجو ده. امسك بقى، انا خلصت الطماطم وخلصت الفلفل، هندخل بقى على البصل. بعد بقى ما خلصنا الطماطم والفلفل ندخل بقى على البصل. همسك البصلايه بتاعتي اقطعها كده، وعلى فكره السكينه المشرشره عندي اكتر حاجه حاميه، عشان كده انا بقطع بيها، عشان ما حدش بيقول لي بقى ايه انت بتستخدمي سكينه مشرشره وبتاع. انا بستخدم المتوفر عندي. اهو إيه عندي بقى ايه، خلصت هيك دي كده. الحته دي بقى هشيلها، ملهاش لازمه طبعا، يعني انت ممكن بقى تشيليها باي شكل انت حابه تشيليها بيه، بس انا هشيلها كلها بصراحه. بقى الفراخ بتاعتي نشوفها بقى ايه الاخبار دلوقتي. نحاول بس نشيل الطوب ده عشان نقلبها الناحيه الثانيه، هي سخنه طبعا مولعه. همسكها بقى اهي، مش عارفه هقدر اشيلها ولا لا كده. طب هشيلها وارجع لكم تاني. اهي انا شلت الطوب اللي انا كنت حطاها، هبدا بقى امسكها دلوقتي كده. بصوا، عايزه اقول لكم يعني انتوا لو معايا كنتوا شميتوا ريحه فظيعه. شايفين بقى شكل المشاوي؟ وما اقولكوش بقى ايه على الطعم، اكيد باذن الله هيطلع حكايه. يعني هبدا بقى، هرجع تاني احط قوالب الطوب اللي زهقتني اهي. قوالب الطوب خلي بالكوا تقيله اهي. هحطها بقى واغطي النار، واول ما تبدا تستوي هقولكوا هنعمل ايه بقى في الحاجات الخضره اللي احنا ايه قطعناها. كان عندي هنا بقى ايه باقي من الخلطه بتاعتي كده، حاجات بسيطه زودت عليها شويه خل. وهبدا بقى ان انا احط الحاجات بتاعتي دي كده، الخضره بتاعتي اللي انا قطعتها احطها فيها اهو كده. هبدا بقى ان انا احطها فيها كده، هنزل الخضره بتاعتي كلها واديها ايه تقليبه كويسه كده. بسم الله، هي عشان كلها تشرب بقى من التتبيله بتاعتي وتبقى ايه بنفس طعم الفراخ. هسيبها بقى كده كلها، هسيبها بقى في التتبيله، بس مش هسيبها وقت طويل عشان ايه ما تتبلش مني قوي، عشان برضو انا حطها في خل. الخل لما بتيجي تحطيه مع البصل بيقتل ريحه البصل، والحامي اللي فيه ده بيقتله، ما يخلوش الحامي كده. انت اصلا لو عايز تاكلي بصل كده حطيه في خل، افتحي البصله اربع ارباع كده او حتى شرايح زي كده وحطيها في خل، هتلاقيها طعمها فظيع. هتاكلي بصل من غير ما يكون حامي. دي طبعا الطريقه دي جوزي اللي كان بيقول لي عليها بصراحه. اهو بعد ما عملت بقى الدريسنج بتاعي وحطيت فيه الخضره دي، هسيبه بقى، واول ما تستوي، اول ما بتدخل خلاص في السوا هحط ده عشان يستوي معاها. بقى كده الفراخ بتاعتي بعد ما حطيتها هنا، هبدا بقى ايه انا قلبتها كده من الوش الثاني، وشلت بقى طبعا الطوب اللي كان عندي. هبدا بقى ايه ان انا اخدها كده احطها ايه تحت الفراخ. هرفع دلوقتي الفرخه بتاعتي واحطها ايه كلها تحتيها. انا اهو حطيت ايه الخضره بتاعتي، الخضار بتاعتي تحت الفراخ بعد ما اتشوت. هسيبها بقى ايه تكمل سواها، والفراخ تحتيها والفراخ فوقيها. هتنزل بقى كل العصاره بتاعتها على الفراخ، الفراخ هتنزل كل العصاره بتاعتها على الخضار، فهتبقى ايه طعمها حلو. يلا بينا بقى نعملها ونرجع لكم تاني. ده كده بقى الفراخ بتاعتنا خلاص استوت. هبدا بقى ايه، انا شلت من عليها الطوب وقلبتها وحاطه فيها طبعا الخضار، هحطها بقى في طبق ونرجع لكم تاني نوريكم شكلها بعد ما اتعملت.
بصوا بقى ده كده شكل الفراخ بتاعتنا بعد ما شويناها. شايفين بقى شكل الشوي فيها عامل ازاي؟ ودي الخضرة بتاعتنا، وده طبعا عملت معاها رز بكركم طبعا وكاري. لازم كل طبعا ما نيجي نعمل يعني انا بحب اعمل مع المشاوي رز بكاري كركم، بيدي طبعا بيدي تغذية كويسة جدا، وفي نفس الوقت ايه بيليق جدا مع المشاوي، يبقى طعمه جميل. يعني بصوا الخضرة بقى، الخضار المشوي اللي احنا بنجيبه بيكون طعمه عامل ازاي. احنا عملناه في البيت بالحلة وبالطوبة، ويعني بطريقة تقليدية جدا من زمان عملناه بنفس الطريقة دي. دي طبعا مش طريقتي انا، ما يعني ايه مش انا اللي مخترعاها ولا حاجة، انا شفتها عند حد وشفتها عند اختي كانت عاملاها وايه، فانا كمان حبيت اعملها وجربها كده واشوفها معاكم ايه الاخبار. وبرضو اختي كانت اخدها من واحدة تانية، هي كانت عاملاها برضو، واكيد التانية الله اعلم بقى هي بتاعتها ولا لأ. بس المهم يعني احنا كل اللي يهمنا ان احنا عملنا الفراخ بتاعتنا دي، ما كلفتناش حاجة، بمنتهى السهولة والبساطة، وشويناها في البيت بدل ما نشويها من بره. وهنشوف دلوقتي بقى طعمها ايه الاخبار. بصوا بقى كده ناخد بس ايه الرز الاول، انا احب قوي اطمن على الرز. بصوا مفلفل معايا ازاي، شايفين اول ما تفتحوه تلاقوه ايه مفلفل على الاخر. عندي بقى الخضرة بتاعتي، انا طبعا دقت الخضرة، انا من عشاق الخضار المشوي مع الفراخ بصراحة. ندوق دلوقتي حتة ايه حتة كده من الفرخة نشوف ايه الاخبار. بصي يعني دي بتطلعيها بايدك بتطلع، بس والله بجد فعلا طعمها تحفة. يعني انتي لو انتي قاعده كده في البيت وبتفكري في طريقه فراخ مختلفه، يبقى ما فيش قدام غير هي دي الطريقه الوحيده اللي هتخلي معاكي طعم الفراخ جميل جدا. طعمها تيجي تاكليها الطعم اصلا بيدوب لوحده من غير حاجه. الخضار طعمه فظيع، الرز بصراحه جميل جدا والله. يعني انا انصحكم كلكم ان انتوا اما تيجي تجربوا طريقه فراخ مختلفه تعملوها دي، بدل ما تشتروها من بره وعلى الشوايه بقى ولا على الفحم ومش صحي. لا بالطريقه دي صحيه جدا باذن الله، وان شاء الله تجربوها وتقولوا لي رايكم في الكومنتات. وما تنسوش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد، تفعيل الجرس عشان ما حدش يزعل مني، عشان ولادي كل شويه يقولوا لي نسيتي تقولوا لهم وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.